السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم كنقدم لكم شقق في واحد الموبل سكني اير بليس تروا، كيتكون من شقة بالطابق الأرضي، المساحة ديالها 96 متر مربع، وثلاثة ديال الطوابق بنفس المساحة ديال 89 متر مربع. طوابقهم الأول والثاني والثالث كيبقاو بنفس المساحة. بالنسبة لشروط الدعم، ولله الحمد الشروط متوفرين، فيهم دعم ديال 7 مليون. بالنسبة للثمن وعدد الغرف، بالنسبة لعدد الغرف 3 ديال الغرف وصالون وجوج ديال الحمامات ومطبخ مجهز. بالنسبة للثمن كيتراوح ما بين 56 مليون و 58 مليون، يعني الأثمنة كتختلف بالنسبة للطوابق. وبالنسبة لهاد الأثمنة اللي عطيناكم طبعا كتكون قابلة للنقاش. نعطيكم بإذن الله الترتيب ديال هاد الشقة اللي كنصوروا لكم الآن. هذه الشقة جات بالطابق الثاني، وهي نموذج ديال جوج ديال الشقق أخرى، واحدة بالطابق الأول واحدة بالطابق الثالث. كيف ما قلنا مساحة 89، بالنسبة للدخلة هي هذه، باب ديال تركيا بلاندي. على الدخلة فاش كتكون داخل مع الباب كتلقى هذا السيجور، هذا قدامك كيبان لك أونفاس لك مباشرة الصالون، ثم الحمام ديال الضياف. مهم نعطيكم بالترتيب إن شاء الله. من بعد الباب ديال الدخلة كنلقاو الغرفة الأولى، هي هذه صراحة غرفة بمساحة كبيرة ما شاء الله كيف ما كتشاهدوا معايا. بالنسبة للفينيسيون ما شاء الله رائع، صباغة الخيال، زليج نوع ممتاز. بالنسبة للبلافون القبس سامبل ما شاء الله. عندنا هاد السيجور، هذا ما شاء الله سيجور مساحة كبيرة، فينيسيون ممتاز ورائع. عندنا لابياج كيف ما كتشاهدوا ما شاء الله. عندنا هاد الشرجم، هذا من أجل الإضاءة والتهوية. الغرفة الثانية اللي هي غرفة ديال النوم، كيف ما كيبان لكم في الفيديو غرفة رائعة. عندنا فيها الحمام، الحمام فينيسيون ممتاز. عندنا فيها بلاكار ما شاء الله، اللهم بارك. بالنسبة للأبواب كلها جات على هذا الشكل ما شاء الله ديال الخشب. بالنسبة للمطبخ فصراحة هذا المطبخ رائع. علاش؟ كاين فيه مواصفات باش خلوني نقول انه مطبخ رائع. انه عنده بالكون، وبزاف ديال السيدات كيبغيو المطبخ اللي كيكون كيطل على البالكون. بالنسبة للبالكون كيستغلوا السيدات في النشير في بزاف الامور. بالنسبة البلاكارات كيف ما كتشاهدوا حتى للسقف ما شاء الله. عندنا تريو المتكون من الفرن والبلاك ولاهوت ما شاء الله. عندنا البلاصة ديال الماشين غافي. بالنسبة للثلاجة سواء اللي بغى يديرها في هذا المكان هذا او لا اللي بغاها في هذا المكان، بالنسبة اختيار عندكم ديروها في جوج ديال البلايص. الغرفة الثالثة جات على هذا الشكل، حتى هي عندها بالكون وعندها بلاكار ما شاء الله كبير اللهم بارك. بالنسبة لثلاثة الغرف عندنا فيهم جوج بالبلاكار وواحد كيبقى بيت الجلاس او لا كما كيسميوه المغاربه بيت البروك اللي هو هذا، ولكن صراحه راه كبير، يعني جا على شكل صالون. ولا نقدروا نقولوا كاين جوج الغرف وجوج الصالونات على حساب كل واحد واللي بغى يدير. بالنسبه للصالون هو هذا ما شاء الله، صالون رائع اللهم بارك. بالنسبه للحمام الثانيه واللي هي الحمام الرئيسيه ديال هذا الشقة، هذه حمام رائع فينيسيون ممتاز. بالنسبة للناس اللي بغاو يتواصلوا معنا كتبقى كيبقاو الأرقام ديالنا كالتالي 07 66 78 30 12 أو 06 00
31/72/17. إخواني إلى هنا نأتي على نهاية هذا الفيديو. نتمنى إن شاء الله نلتقيكم في عرض جديد وتكونوا بإذن الله بصحة جيدة. إلى اللقاء.